هذا السائل يقول: سماحة الوالد، بعض الإعلاميين ممن يسمون أنفسهم تنويريين يصفون من يتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بأنهم ولاديون، وأنه لا بد من إعادة قراءة النصوص بحيث تواكب العصر، فما تعليق سماحة الوالد على هذا؟ لا بد وأنه لا بد من إعادة قراءة النصوص. هذا هو الخطأ، إعادة قراءة النصوص، يعني يتركوا ما عليه السلف الصالح وما عليه الأمة الإسلامية، اتركوها وابدأوا من جديد. هذا هو مقصوده، غيروا دينكم وما أنتم عليه وابدأوا بدين جديد وبعهد جديد واقطعوا صلتكم بالسلف الصالح. هذا قصده. نعم.